بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن احتفاء العالم اليوم بهذه المناسبة، اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، هو في الحقيقة احتفال بإنسانية الدين الإلهي ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية، واحترامه لخصوصية الأديان والعقائد، بحثاً عن عالم أفضل تسوده روح التسامح والإخاء والتضامن والتكافل، وأملاً في تقديم حلول ناجعة لأزمات الإنسان المعاصر وتحدياته، وبخاصة أزمات الأيتام والفقراء والأرامل والبؤساء والمهجرين والمنكوبين، ممن قست عليهم الحياة وقسى عليهم أصحاب الثراء والجاه والقوة والنفوذ، ووقعوا أسارى للمادية الحديثة بكل ما يضطرب فيها من أنانية مفرطة وتقديس للرغبات والشهوات وتأليه للإنسان ونزعاته الفردية. واسمحوا لي في البداية أن أوجه تحية ممزوجة بالاحترام والإكبار لأخي الفاضل البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والصديق الدائم والشجاع على درب الأخوة والسلام. وبهذه المناسبة أود أن أعبر عن تقدير البالغ للأخ الكريم الشيخ محمد بن زايد الذي يواصل مسيرة والده الخيرة على رعايته لهذه الوثيقة. هذا وقد كتبت وثيقة الأخوة الإنسانية تحت قباب الأزهر الشريف وبين جنبات حاضرة الفاتيكان، إيماناً من الجميع بضرورة التفاهم بين المؤمنين بالأديان بل وغير المؤمنين بها، من أجل التخلص من الأحكام الخاطئة والصراعات التي غالباً ما تفضي إلى إراقة الدماء وإشعال الحروب بين الناس، حتى بين أبناء الدين الواحد بل المؤمنين بعقيدة واحدة. نعم، لقد ولدت هذه الوثيقة من رحم أزمات بالغة الصعوبة، وكان خروجها للعالم يشبه حلماً بعيد المنال، وذلك بسبب من التحديات التي واكبت مشروع هذه الوثيقة وراهنت على عدم نجاحها وتحقيق أهدافها وتحويلها إلى واقع في حياة الناس، ولكن شاء الله أن يتحول الحلم إلى حقيقة ببركة النوايا الصادقة والجهود المخلصة والإيمان العميق بأن العباد كلهم إخوة، كما كان يقول نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويردده في أعقاب صلواته، وهو نفس ما قاله وردده كل من سبقه من إخوته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإخوة والأخوات، يأتي اليوم الدولي للأخوة الإنسانية هذا العام، ولما يبرأ العالم بأسره من جائحة كورونا ومتحوراتها، ولعل ما يمر به العالم اليوم من نذر الخوف والهلع يدفع إلى إيقاظ الضمائر الغافلة والنفوس المتعالية، ويدعو أصحاب الأجندات الخاصة أن يفيقوا من سكراتهم ويتضامنوا مع المخلصين من قادة الشعوب وحكمائها وعقلائها من أجل إنقاذ البشرية من هذه الأزمات المتتالية التي يتراكم بعضها فوق بعض في كل ربوع المعمورة. وإني لعلى يقين من أن العالم بمختلف طوائفه وأعراقه، وبخاصة
أرباب المسؤولية فيهم من صناع القرارات الدولية وعلماء الأديان وقادة الفكر والعلم والمعرفة. هذا العالم إذا اطلع بمسؤوليته فإنه قادر بإذن الله تعالى أن يتجاوز هذه الأزمات الصعبة وأن يخفف من ويلاتها وشرورها. الإخوة والأخوات، هذا طريق بدأنا السير فيه ونحن نتطلع بأحلامنا وآمالنا إلى عالم جديد بلا حروب ولا صراعات، عالم يأمن فيه الخائف ويكرم الفقير وينصر الضعيف ويقام فيه لواء العدل. وإن كنا على يقين من أن ما ننشده ليس بسهل ولا ميسور في عالم متناحر في كل قضاياه، بل ولا مقبول لدى فئات بضاعتها السلاح وتجارتها الحروب والدمار، غير أن السير في طريق السلام هو قدر المؤمنين بالله وبرسالاته مهما واجهوا من تحديات ومعوقات وعقبات. وأخيرا أحيي أبنائي وإخوتي أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الذين يواصلون الليل بالنهار في العمل من أجل تطبيق أهداف تلك الوثيقة السامية. هذا وإنني سأواصل بمشيئة الله تعالى وعونه مع إخوتنا قادة الأديان في الشرق والغرب ومحب الخير حول العالم، نواصل ما بدأناه من عمل في سبيل تحقيق السلام والأخوة والزمالة العالمية وإزالة كل مبررات الكراهية والتناحر والاقتتال. فما أحوجنا إلى التعارف والتعاون والتآلف فيما بيننا لمواجهة المخاطر الحقيقية التي تهدد البشرية وتزعزع استقرارها. وفي ختام كلمتي أدعو الله العلي القدير أن يحفظ عالمنا من الشرور والفتن، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يخلصنا من هذا الوباء، وأن يشملنا جميعا بعفوه ورعايته، وأن يجمعنا على الخير دائما، إنه وحده ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب.